أهلاً أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب من مكان خاص وعزيز جداً على قلبي، من جبل التطويبات، الجبل اللي علم فيه يسوع المسيح أو منه، وأيضاً اتكلم بعزته الشهيرة. هذه المنطقة تابعة لرهبات الفرنسيسكان، والكنيسة اللي خلفي هي كنيسة التطويبات. أنا بحييكم في اسم الرب يسوع، وبصلي أنه هذه الحلقة تكون بركة لحياتك. رح نستمر في التعليم المسيح في عزته على الجبل، واليوم رح نتكلم عن الشجر والثمر أيضا. بصلي أنه هذه الحلقة تكون بركة لحياتك. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل. أحبائي، منستمر بالعزة على الجبل، تعاليم يسوع المسيح الفريدة المميزة من منطقة طبرية أو حول بحيرة طبرية. المنظر كتير كتير جميل من هذا المكان، بتشوفوا قرون حطين أو جبل أربيل في الوادي اسمه وادي الحمام في قرية بدوية، وطبعا كل جمال الطبيعة مع بحيرة طبرية بتشوفوها من خلفي. حديث اليوم من عزة المسيح على الجبل، من ثمارهم تعرفونهم. يقول الكتاب المقدس: امتحنوا كل شيء. السلوك الذي يظهر طبعا كل شيء. الأبرار يسيرون بالنقاوة. إذا عرفنا طبيعة الشجر استطعنا أن نعرف الثمر. طبعا أنا ربيان في منطقة الجليل، وهذه المنطقة خضراء فيها كل أنواع أشجار الفواكه في كل مكان، وأنا سافرت كتير دول، لكن بالحقيقة أقول إن هذه الأرض فعلا تفيض لبنا وعسلا، بتفيض بالخيرات. أنا واقع، يمكن أنت مش شايف على الكاميرا إنه بتشوف خلفي، بس أنا في مكان حقول الحمضيات من هذه الجهة، وبتشوف بساتين الزيتون، وبتشوف لتحت شوي أشجار المانجو، وإذا عندك عين النسر بتشوف في الوادي كل أنواع شجر الفواكه، بتشوف أشجار البلح والموز والحمضيات والزيتون إلى آخره. يقول المسيح: كل شجرة بتعرفها من الثمر، فنستطيع أن نعرف نوع الشجرة. طبعاً لا تقدر شجرة ردية أن تصنع أثمار جيدة. كل شجرة لا تصنع ثمراً جيداً، مكتوب، تقطع وتلقى في النار، أو كما قال يوحنا المعمدان: وضع الفأس على أصل الشجرة. وشبه هذا النوع المسيح: يثمرون شوكا وحسكا. يمكن في بعض الشجر يشبه شجر الفواكه أو الشجر المثمر، لكن بالواقع إنه ثمر رديء. إحنا بنعرف الحمضيات مثلا في نوع حمضيات اللي هو مر، وبنعرف الزيتون في حب زيتون مر، وهكذا البلوط وكل الأشجار اللي بنشوفها حوالينا بحسب الثمر بتبين إنه إلها ثمر كويس. لكن كما يقول الكتاب في إشعياء: فانتظر أن يصنع ثمرا، صنع ثمرا رديئا. خلي بالك إنه سياق الحديث المسيح عم بيتكلم عن الأنبياء الكذبة. كيف منميز، كيف منعرف الأنبياء الكذبة والتعاليم الكذبة؟ من الثمر. بكل بساطة أدرس سيرة وحياة أي شخص. لما بتنظر لحياة يسوع المسيح وسيرته الذاتية، سيرة حياته، رح تعجب بهذه الشخصية الكاملة، مثل ما العديد من العلماء الملحدين والغير ملحدين، العلماء بأغلبيتها أجمعت إنه هذا الشخص فعلا متميز فريد، لأنه الثمر واضح. لما بتدرس حياته رح تستشف، رح تستنبط، رح تكتشف إنه أنت أمام شخص فعلاً الله
الظاهر في الجسد الذي لم يفعل خطيئة ولم توجد فيه خطيئة واللي تحدى كل الأجيال من منكم يبكتني على خطيئة. فالثمر لازم يكون واضح. ففي بعض بيثمر شوك وبعض حسك. أنا عشان أوقف على فكرة، لما نصور أنت بتشوف الصورة حلوة ومتكاملة، لكن نكون عبرنا حقول شوك وحسك ومنرجع مننظف حالنا من 100,000 شوك اللي بتدخل في الأحذية والملابس، لكن كله عشان نقدم أي تعليم يكون حلو وأنه يكون سبب بركة لكل واحد منكم. يعني بكلمات بسيطة، تعرفونهم من أخلاقياتهم، بتعرفوهم من سلوكياتهم، بتعرفوهم من دوافعهم. إذا كانت الدوافع شريرة، الدوافع نفسها راح تفضح الشخص. ثمارهم المدمرة، بتشوف نتائج التعليم، بتشوف نتائج الكلام اللي تكلموه، شو عمل في المجتمع، شو عمل في البشرية، هل رفع مستوى وقيمة البشرية ولا ما زلنا نتخبط في ظلم وجهل وعمى روحي بسبب اتباعنا القائد. فالسؤال، من هو قائدك؟ يحتم نوعية الشخص اللي أنت بتتبع القائد له. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد قليل. I think the thing that impresses me most about the Sermon on the Mount is something that I've only come to grips with recently, which is that it really is written for me. Do I mourn? Well, I'm blessed that I haven't had a lot of tragic experiences in my life, but I have experienced mourning. And now I know that that promise that I will be comforted is for me in this day, in this age, not some heavenly reward, but now. Can I be a peacemaker? You know, the two Beatitudes about making peace and being persecuted, they go back to back, because the phrase to make peace means to be, from Hebrew, would mean to be a person who runs after peace, pursue peace. But the word to persecute is from the very same root in Hebrew, radaf. To be persecuted is to be pursued. So you pursue peace, and as a result, you may be pursued. And the people who make peace often suffer for it. These things are for us today, and they're a calling and a comfort and a way of life. And what is really important is that it's not about fame and it's not about glory. It's about an inner quality of our relationship with God and with each other, and that we can do it because it's the right thing to do, and we don't have to be rewarded for it by other people, but God is keeping track. He knows every hair on our heads. He's watching over it all, and the reward will be from Him. قال يسوع: من ثمارهم تعرفونهم. أحبائي، طبعا في أنبياء كذب كثيرون خرجوا إلى العالم. بالواقع من بداية الأيام، في ديانة الإنسان وفي ديانة الرب، القوانين اللي وضعها الرب، في ديانة قائين وفي ديانة هابيل، في التنظيم أو المخطط الإلهي، البرنامج اللي الله وضعه في كلمته، مخططه في الكتاب المقدس أو في طرق أخرى. فإذا الأنبياء الكذبة هم الذين يمشون في الطريق الواسع، مش بياخدوا الطريق الضيق، بسهلوا الأمور لأتباعهم، يعني بوعدوهم بأرضيات كثيرة ومغريات كثيرة، والسماء والأبدية كمان مليانة مغريات. فصار الذهاب إلى السماء مش حباً في الله وحباً في السماء، مكان النقاء وحضور الله، حباً في المكافأة الجسدية الجنسية، شو ما بدك تسميها سميها. الأنبياء التي تقول سلام سلام وليس سلام،
شو مواصفات هؤلاء الأنبياء يسرعون للربح القبيح ولا يخجلون من تصرفاتهم الإباحية والجنسية والفساد المالي، تعاليم كاذبة لجذب الناس. هاي المواصفات على فكرة والثمر اللي بتشوفه في أغلب الأنبياء الكذبة. شو المثل اللي أنت بتتعلم من الشخص؟ أوكي، أنا عاوز أتبع قائد لإلي في النبي كذا والنبي كذا والنبي كذا، مين أنا راح أتبع؟ أي شخصية؟ فأنا بدرس سيرة حياة هذا الشخص وحياة هذا الشخص وحياة هذا الشخص. خليني أدرس من عدة أشياء، كيف ولادة أي شخص، كيف حياته، كيف سلوكه، كيف مماته، كيف رسالة، شو الرسالة اللي قدمها. ما هياش خطابات وكلام فصيح وكلام منمق منقح يخلو من التأثير. شو الدعوة اللي أنت بتقدمها؟ شو البرهان إنك أنت مدعو من الله؟ شو البرهان إنك أنت فعلاً أخذت رسالة من الرب؟ أنت عم بتقود البشرية ترفع مستواها ولا عم تهوي بالبشرية بالحضيض؟ طبعاً في أنبياء كذب كثيرون في العهد القديم اللي كانوا دايماً يقاوموا الأنبياء الصحيحين، وعلى فكرة عدة أنبياء قتلت في العهد القديم بسبب دعوتهم، بسبب رسالتهم، بسبب أمانتهم، وبسبب صدقهم وطبعاً شفافيتهم. لأنه طبعاً الشخص الشرير لا يستطيع أن ينظر إلى الشخص البار. قائين ذبح هابيل. وطبعاً في العهد الجديد الكتاب يتكلم عن مواصفات كثيرة للأنبياء. طب شو عمل النبي؟ هل بناقد التعليم الموجود في الكتاب المقدس؟ أها، الله ما بناقد نفسه على فكرة، والله ما بغير فكره. فما تقول لي كل الديانات بتوصل لعند الرب، لا لا، هاي لعبة قديمة. أدرس، اتعمق، لأنه رح تواجه الرب، رح تواجه الرب في يوم من الأيام. أوعك تتمسخر على الرب، أوعك تستهزئ بالرب، أوعك تلعب بعقول الناس. على فكرة الناس ذكية، بس للأسف العمى الروحي بيعمي وبضل الناس. بشوف الخير شر والشر خير، بشوف النور ظلام والظلام نور. شوف حياة المسيح، طهارته، نقاوته. شوف لما علم عن الزواج، رجل واحد امرأة واحدة، لم نسمع إنه رفع نفسه فوق مستوى القانون. بحط قانون مثلا يعني أتزوج مرأة بتزوج عدة نساء، لم يضع نفسه فوق أي إنسان، كان بالعكس يتعامل مع الناس، يحب الناس، كان يهتم بالأعمى، كان يهتم بالأبرص، كان يصنع خير، كان واضح إنه صدق دعوته واضحة أمام الجميع. حتى يعني وهن عم بيصلبوا القائد المئة رومان اللي هو عمليا شرس ومتغطرس، قال هذا الإنسان بار. تخيل واحد عم بشهد عند الصليب. فشو نوع النبي اللي أنت بتتبعه؟ شو الثمر في حياته؟ طب شوف النتائج اللي منشوفها، هل فعلا رفعت المستوى؟ انتبه، لا لا، مش كل الديانات، في بس طريق واحد، هو كما قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فإذاً من ثمارهم تعرفونهم. ابحث، أدرس، وامتحن كل شيء. الرب يباركك. أعزائي المشاهدين من جبل التطويبات، بصلي إنه هذه الدراسة كانت سبب بركة لحياتك. خلينا أكد مرة تانية اللي سمعناه، إنه كل شيء يعرف من الثمر. إذا أنت مؤمن لازم حياتك تبرهن على الثمر، وإذا في تعاليم كاذبة وأنبياء كذبة، الامتحان هو الثمر. لأنه إذا الثمر كان واضح، مش ممكن شجرة تفاح تعمل شجرة أو ثمر برتقال، وهكذا لازم يكون الثمر من نفس النوع.
لكن هذا هو غرض المسيح وهذا ما يحب الرب في حياة المؤمنين، أن نكون مثمرين لمجده. ما فينا نسمي حالنا مسيحيين وانت لا بتعمل شيء ولا بتأثر ولا بتفعل، وحياتك كل يوم يعني بيطلع الصباح وبغيب المساء، وكل يوم نفس الكرة بتعيش حياة روتينية. لكن عندما تختبر يسوع المسيح حياتك بتكون مثمرة، وإيمانك بيكون له برهان وترجمة في أعمالك الصالحة. بصلي من كل قلبي من جبل التطويبات إن الرب يباركك.